بكل تأكيد زي ما اتكلمنا مع حضراتكم، كل قطاعات وأجهزة الدولة كانت على أهبة الاستعداد، وكان في تضافر للجهود من الجميع عشان يخرج مؤتمر المناخ بهذا الشكل. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان له دور كبير جدا في هذا المؤتمر، ومشارك أيضا في المنطقة الخضراء، له جناح في المنطقة الخضراء. طيب، قد يتساءل البعض ما علاقة تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتغيرات المناخية؟ ده اللي هنعرفه طبعا من معالي الوزير عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. صباح الخير عليك يا فندم، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. متشكر جدا على الاستضافه الكريمه، وكل التحيه والاحترام لمشاهدينك الكرام. يا اهلا بسيادتك. التساؤل الناس بتساله، ايه العلاقه ما بين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتغيرات المناخيه؟ تمام، سؤال وجيه. العلاقه الحقيقه يعني قايمه على محورين اساسيين. المحور الاول هو اتصالات وتكنولوجيا المعلومات ك يعني منحى او قطاع في حد ذاته. ازاي ان هذا القطاع يتحول الى قطاع صديق البيئه؟ في ايه؟ في النفايات الالكترونيه، لما سيادتك بيبقى عندك جهاز حاسب الي في بيتك او جهاز حاسب الي في جهه او شركه او اي منظومه، حين يحين الوقت للتخلص منه، كيف نتخلص منه بشكل صديق بطريقه البيئة. امنه بالظبط، بطريقه امنه. ده نقطه. النقطه الثانيه ابراج المحمول، وكيف يمكن أن تشغل بطاقة نظيفة صديقة للبيئة. الأمر الثالث هو كابلات الناقلة للبيانات، هل هي كابلات نحاسية يعني تنبعث منها حرارة أعلى من مثيلتها من الألياف الضوئية، كل هذه العناصر وغيرها أمور مهمة في يعني سياق الحديث عن الاستدامة والمناخ أو المناخ. النقطة الثانية أو المحور الثاني في تأثير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على البيئة يتأتى في دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف القطاعات الأخرى. هناك الزراعة الذكية، هناك إدارة المباني بشكل ذكي، هناك توليد الطاقة بشكل ذكي، هناك إدارة التغير المناخي وقياس التلوث من خلال كل ده بتقوم بيه الوزارة بالتعاون مع الأجهزة المعنية. صحيح، مما يعني أنه للوزارة أجندة في كوب 27 يوقع فيها الكثير من الاتفاقات، فلو حضرتك تقول لنا ما وقع من اتفاقات إلى الآن ومع أي الأقسام يعني. يعني هي مصر أطلقت على هذه الدورة من المؤتمر دورة التنفيذ، ونحن بالفعل يعني جادين في أن نعتبرها دورة تنفيذ، ووزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات تعمل في هذا السياق. وقعنا خلال اليومين الماضيين مجموعة من الاتفاقات مع شركات عالمية رائدة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات في أكثر من موضوع، منها قياس نسب التلوث في مختلف مناحي المدينة، وبالتالي التنبيه على الجهات المعنية بارتفاع أو انخفاض نسب التلوث للتعامل مع مسبباتها. أيضا شركات المشغلة للاتصالات وقعت مع وزارة الكهرباء مجموعة من الاتفاقات للتحول إلى طاقة نظيفة لتشغيل أبراج المحمول، كذلك وقعنا اتفاقات لتبادل ومشاركة الأبراج بين شركات المشغلة وبعضها البعض للتقليل من الانبعاثات الحرارية الناتجة عن تشغيل هذه الأبراج. أيضا هناك مجموعة من التنسيقات مع زملائنا في وزارة البيئة للتخلص الآمن من النفايات الإلكترونية وكيفية تفكيكها يعني إعادة استخدامها مرة تانية. يعني يا دكتور عمرو، حضرتك تقصد إنه وزارة الاتصالات تساعد في مسألة حماية البيئة في كل القطاعات؟ ده يعني دورنا ومسؤوليتنا أن نتعاون مع باقي أجهزة الدولة في هذا الملف بالغ الأهمية. عظيم، عندكم جناح مهم جدا في المنطقة الخضراء، عايزين نعرف من حضرتك محتويات هذا الجناح، وهل في توافد من زوار مصر على هذا الجناح؟ والله الحقيقة يعني أنا سعيد جدا يعني ما استقبل هذا الجناح من فعاليات، ومن استقبل من المشاركين في المؤتمر. الجناح الحقيقة شاهد مجموعة من الندوات وورش العمل في منتهى الأهمية في سياق الموضوعات والملفات التي
استعرضناها كيفية الاستعانة بالتكنولوجيا في حل المشاكل البيئية ومواجهة تغير المناخ. أنا زرت يمكن المنطقة الخضراء دكتور عمرو، شفت شركات اتصالات بتعرض حلول بتراعي البعد البيئي، ودي حاجة جديدة ما كانتش موجودة عندنا قبل كده، وشركات عالمية، وده شيء مفرح الحقيقة. ده أمر في منتهى الأهمية، ربما واحد من أهم يعني ثمار هذا المؤتمر أن الكل أصبح مؤمن بهذا الملف المهم، التغير المناخي وكيفية مواجهته والانبعاثات الحرارية وكيفية خفضها. يعني الوعي والإدراك لأهمية هذا الموضوع هو بداية طريق الحل. عظيم. في مثل هذا الحدث الدولي الكبير وما قامت به مصر خلال الفترة اللي فاتت ممثلة طبعا في وزارة حضراتكم، عايزين نعرف نظرة العالم لتحول مصر للرقمنة خلال الفترة الماضية كانت عاملة ازاي، وخطط مصر لمزيد من العمل الرقمي والتكنولوجي خلال الفترة القادمة. والله الحقيقة الحمد لله، يعني احنا لا نتحدث عن نظرة فقط، ولكن نتحدث عن خطوات عملية تتمثل في زيادة استثمارات الشركات الأجنبية الرائدة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات في مراكزها في مصر، في فتح مراكز جديدة للتعهيد في مصر. التعهيد بمعنى أن شركة عالمية تأتي إلى مصر وتقيم مركزا تشغل فيه خبراء مصريين في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات يصدرون منتجاتهم وخدماتهم إلى دول أخرى. فإحنا بنخلق فرص عمل وبنزود الصادرات الرقمية من مصر. زيادة عدد الشركات التي تقيم مراكز تعهيد في مصر وتجبير مراكز التعهيد الموجودة حاليا والتوسع فيها من ناحية الأنشطة ومن ناحية عدد العاملين بها هو خير دليل على يعني إدراك الشركات العالمية لقدرة المصريين في هذا وما قامت به مصر خلال الفترة اللي فاتت من بنية تحتية. بالضبط، من بنية تحتية ومن الاستثمار في العقول وفي التدريب وفي المهارات والقدرات للعاملين في هذا القطاع. أيضا معادلات الاستثمار الأجنبي في الشركات الناشئة العاملة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات أمر في منتهى الأهمية. ليه؟ لأن المستثمر الأجنبي لديه فرصة أن يستثمر في شركات ناشئة في مختلف دول العالم. صحيح. وهو ينتقي ما يرى الأكفأ والأحسن والذي يقدم قيمة حقيقية من خلال الحلول التي يحاول تسويقها. صحيح. فنحن دوما نرقب هذا المؤشر لأنه دليل يعني فعلي على صحيح، لأنه يبحث عن مكسب في كل الجوانب وقدرة ولادنا على أنهم يقدموا ويبدعوا حلول تجذب مستثمرين من الخارج للاستثمار فيها. صحيح. يوم الطاقة هنا في كاب 27 هيكون يوم 15 نوفمبر، لو حضرتك تطلعنا على أهم الفعاليات اللي هتحصل في اليوم. يعني احنا الحقيقة طبعا مشاركين في هذا اليوم لأن احنا أنشطة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات تستخدم الطاقة ولابد أن نتحول إلى الطاقة النظيفة من خلال مراكز بيانات. تحديات اللي تقابلكم إيه يا دكتور في مسألة التحول للطاقة النظيفة؟ أولها مراكز البيانات الخضراء، أن نقيم مراكز بيانات تستخدم طاقة نظيفة صديقة للبيئة للتشغيل، هذا أمر في منتهى الأهمية. الأبراج، أبراج المحمول وتشغيلها بطاقة نظيفة أمر في منتهى الأهمية. كما قلت احنا بس عشان نفهم الناس، الحاجات دي ليها انبعاثات كربونية تلوث البيئة. تمام. الإحلال الكابلات الألياف الضوئية محل النحاسية أمر في منتهى الأهمية لخفض الانبعاثات الحرارية. كما قلنا تفكيك الأجهزة بعد انتهاء مدة خدمتها أمر في منتهى الأهمية. كل هذه الملفات سنطرح لها حلولا في يوم الطاقة. عظيم. إذن شكوى الناس خلينا برضو واقعيين من الإنترنت هتنتهي تماما بمجرد ما تتحول كل الاسلاك الموجوده الى اسلاك بالالياف الضوئيه، وده طبعا في النهايه بيخدم قضيه المناخ ان شاء الله. قبل كده كمان احنا الحمد لله يعني حققنا تقدم في هذا المضمار. احنا كنا الدوله رقم 40 في على افريقيا، بقينا الدوله رقم 1 بشهادة الشركات العالمية. وإيجابية ده تتضح يا دكتور هنا في شرم الشيخ لأنها بقت مدينة صديقة للبيئة. الحمد لله. وده أكيد جه ضمنه الاتصالات، يعني إحنا هنا حققنا. وإحنا يعني مستمرون في يعني تقوية وتدعيم الشبكة، ليس فقط من السرعة الآن ولكن السرعة والثبات وعدد المستخدمين ونشر الشبكة والتوسع في أفقية. عظيم. دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا.